لو كان جوزك ممثل كنت تتمنى يكون كريم عبد العزيز ولا احمد عز ولا ماجد المصري؟ احمد عز. حلو برضه. جميل. حلو. ده انا غالبا انا نفسي كده مش هو. ما اعرفش هو عايز. مش عارف الاجابات صعبه قوي يعني مش عارف اقول له. طب هو هيشوف الحلقه. هيشوف الحلقه. بصي لي انا هنا. بصي هنا. كلنا نتقابل في المسامح. لو بصيته تاني هخصم الخمس نقط. ماشي. اوكي اتفقنا. ديل. ديل. ماشي. بس انا ساعات ببص كده مش قصدي. انا برضه. لا ولا تبصي لو سمحتي بقى هتخسري النقط. هبص اليوم. ايوه بصي اليوم. يا امور والله احلى من رؤوف. والله انتوا الاثنين في منتهى الامارات يعني. بس خلونا نخلص الفقره دي. اتفضل. نفتح الصوت عند عمر ونساله. عمر. ايوه. اخبارك ايه؟ والله انا مبسوط هنا. تفتكر انا سالتها ايه؟ مش عارف تقول لي. لو كانت اتجوزت ممثل كانت تتمنى ان هو يكون كريم عبد العزيز ماجد المصري ولا احمد عز؟ يعني اكيد احمد عز. اكيد صح. اكيد صح. انا ومكانها كنت اخترت. ولا يعصبك ولا يزعلك. ينور يا باشا. ينور عمر. منتهى الثقة يا جماعة. منتهى الثقة. لو عمل لك حاجة في البيت وقال قدامنا ينور. أحمد عز ينور. معاك رقم تليفونه؟ هجيب لك الرقم. هذا البرنامج برعاية